كثير من اللحم. ما يفرق. السلام عليكم اخوان اعزائي المشاهدين، راجعين لكم فيديو جديد وحلقه جديده. الفيديو مالت اليوم تخييم بالاهوار الصيد الحذاف والخضيري. ان شاء الله نصور لقطات حلوه تنال اعجابكم. انطونا لايك واشتراك لما مشترك بالقناه ومشاهده ممتعه. الجو اليوم شوية بهواء عالي وتراب، نقدر نقول الجو كئيب، بس عسى وان الهواء يطيح الساعة بالاربعة بالخمسة العصر حتى تتم سفرتنا على خير، لان اذا ظل الهواء هجي ما راح نستمتع بالسفرة. ها؟ ما راح صور؟ خامس اسبوع ولا طاح؟ احمر وشحناته ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذبحة ذبحة، وقف وقف. هاي خطية مخلص الماي وجفت القاع، بعد هاي وين تتوجهها تموت، نامة بالطين بس ما فاتها الطين. طبعا اخواني واحنا جاي نمشي لقينا هذا الحيوان، اجل لكم الله ماكول. هذا خنزير. شنو الماكله؟ لازم ماكله حيوان اقوى من عندي. شوفه خنزير صغير هذا. وصلنا للمكان مال الترويش مالتنا، بس شنو قطعنا مسافه كلش بعيده، الهور طالع قاع والولد يعني حتى ما اجيبهم الزوم بعيدين كلش. استقروا هناك وانا جيت للعمق، قطعت مسافة تقريبا كيلو واكثر، وصلت لهاي المنطقة وما ادري شن هي المكتوب لنا من رزق. ننتظر رزقنا، لان قلنا نطلع لنا عشاء من هاي الهورة.
السلاح مالتي ازاراكس والعتاد شد نمرة 5. يا اخوان اللقطات ما جاي تتوثق لان دري ظلمة، وهاي الزراقة تشوفوها قدامكم. بالاضافة صدنا ارخاوية وصدنا لهاميد هسه موجودات بذاك الروف الثاني. المهم هذا الرزق، وراح نروح نسوي لنا عشاء وبعدها نشوف صيد الصبح. حيا الله. نمشي صادفتنا هاي جاموسة او هاشة اعتقد معقولة هنا باعوا الظاهر طالع بهذا الطين وباركة وما تقدر توصل لليابسة. هسه اهلها يدورون عليها وما يعرفون هي ميتة. يا الله اخوان هسه راح نبلش بعملية الطبخ. هسه راح نسلخ الزراقي وبعدها نركب القدورة مالتنا. هاي النار مخلينها مجرد فاكهة، وانا جايبين دبة مال غازي وانا جايبين طباخ. وانا صيدي هسه اذا يضرب روحه هذا هيك يطب لي العراق. اسمع فياتن هذن بالنسبة للزراق صدناهن بحدود ايران. هذن صيايم صدق؟ بالقران. هذا رمادك انت نفع صيومي. هاجي درماتك ما يفتر. ما يفتر بعد. كور. ها؟ شو عليك اني اطب بعد ترجع ذاك المكان؟ والله صوب احنا نقبش نقبش نقعد. ايوه صحيح. انت ما جت حرس الغرام؟ ماكو. قبله استمتعنا بالاجواء مال النار، وراح ننتقل نشوف الولد بالخيمه جاي يسوون ما يسوون. صلى على محمد وآل محمد. ايه ويلا ها لا طقك بوتك. ما شاء الله ما شاء الله. ما يفتر عم تفتير من اللحم. ما يفتر. انه حتى اذا تجوع ثاني الليل تشبع من البخار مالته الظل بالخيمة. نكهة مو طبيعية. احسنت عشتيتك. لا معوش هذا ما يا اخي حط ماي. طول شنو صوري شوف هاي الصور. ها ما شاء الله اللهم صل على محمد. والله بس احنا شنو نريد شو اسمه نقصص لنا خيارات. انتم جايبين تفاح اي جايبين. هاي ليمون. هاي مطاطا ليمون. اه شايفين بمجهر دوروني ما يروني وهم شو النمل مجتمع عليهم صغير وهم شو الدود رايح. كان بوراك شو بدي احكي. يا علي رايح تحكي شو بدي احكي.
عبد القاهر ذاك اليوم والله شتمت فيك، لا مو شتمت فيك بس حكيت عليك. ليش؟ مال هذا الملح ذبيته ملح زاد بيدي، حطيت هواي بيدي للطماطم ذبيته بالنوشه بس ولا طير جت علينا. مو من ذاك اليوم صار في دقه ناقصه الطماطم. لا يقول حبيبي هذا السفره مالتنا، وهذا عشانه المتواضع واللي نسميه سفره الملوك. سلامكم والعافيه، وانتظروا وصل باشر. يلا تفضل، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. اهم شيء اللايك والاشتراك، وقناه مصطفى بالوصف. اهم شيء قناه مصطفى. نعم ان شاء الله ما قصرون ان شاء الله. تفضل. رطبت شويه نقول، صار بيها ندى قوي وبارده بعد الحطب هذا جبناه يابس قوي يشتعل. من هذا من مساعدة شولان وغيره والبردي. الكولان. بس ما وصفتكم ما وصفتكم كمية المتعة الموجودة في هالمكان. خبر. راح أوف الجماعة يشربون شاي وراح أنام لأن تعبت كلش. راح أطبها خيمتي. يلا صبحوا على خير. صباح صباح وجو بارد كلش، انا ما نزلت الهواء يريد نزله صادرهم كل واحد طيرتين او ثلاثه فما يسوون. راح نتريق ونتوجه نفطر بالهواء. حصلنا حصلنا ما حصلنا ما عادش نسوي، هاي اللي قدرنا عليه.